ان جينيرال كتمنى لا كتمنى طول العمر واي حاجه مزيانه. المراه هي ما تنساش شي حاجه خايبه، لان حنا كنبني بينا كنعرفوا بلي المراه بالطبيعه ديالها هي مراه حساسه ويعني وعفويه وحنونه، خص غير شي واحد يعني اللي يعرف كيفاش يتعامل معاها عليها يعني ما بغيناش شي حاجه خايبه. انا المراه هي ام واخت في نفس الوقت، ويعني كنعملوا كنقولوا انا جنات تحت اقدام الامهات. فهي المرأة هي كل شيء، ومن تيقول واحد المثل المغربي الخسارة من المرأة والربح من المرأة. فالمرأة كتعني لينا هي المرأة ديال المستقبل، هي الجيل ديال المستقبل. كنشكركم بزاف، كنشكركم وشكر بزاف للأم ديالي، وكنقول لك ماما كنبغيك، كنبغيك بزاف، شكرا. وخصنا ديما نحتفلوا بها ماشي غير لو 8 مارس، يوميا يعني نقدروها، واخا غير بدي جيست سامبل، واخا غير رضا من طرف الابن او الاب او الزوج. بهذه المناسبه خصنا نقدموا المراه المغربيه مكانه في المجتمع ديالها، وتكون هذه المكانه هذه ماشي مكانه يعني حبر عن ورق، ولكن مكانه تكون كترتقي بالمراه المغربيه ويعطى لها كامل الحقوق لها. انا كنوجه تحيه كامله كاع النساء ديال طنجة مغرب كامل. عيد بالنسبه للمراه اللي هي كلشي في الدنيا، كنعتبروها هي كلشي في الدنيا، وكنتمنوا ربي يطول لهم في العمر ويطول في عمر جميع النساء. يعني بلا بهم راه حنا ما كاينينش، النساء كيكملوا الرجال والرجال كيكملوا النساء. ونتمنوا لهم عيد مراه سعيد، والله يحفظهم ويعاونهم في حياتهم كامله. نقول لهم بلي هما هما كلشي في المجتمع ديالنا، وزعما بلي بهم يقدر يكون والو. وكنوجه لمحر رسالة خاصة، أننا كنبغيهم بزاف، حيتاش المرأة هي أخت، هي أم، هي زوجة، كتكون كل شيء. فكنقول لهم يلا يخليكم من ولادكم، والله يخليكم من خوتكم وصافي. بمناسبة عيد المرأة كنتمنوا لهم مزيد من النجاحات، وكنتمنوا لهم شي حياة تبدل، المهم شي حياة مزيانة هيدا. والرسالة للأم ديالي شنو نقول لها؟ هذا المنبر هذا كنشكرها بزاف، وكنقول لها شكرا على ديك 9 شهور. كنتمنوا ديك 9 شهور اللي ضحات معنا فيها، وكنتمنوا ان شاء الله ربي يطولها في العمر بشي 90 عام ان شاء الله. كنتمنى لها الازدهار، كنتمنى لها الرفاهية والحب البلاد، اول حاجة الحب البلاد، جميع المغاربة وجميع كل هم العرب نحب البلاد والحب لبعضياتنا.